والله ستي انا يعني اشتغلت عده شغلات يعني الحمد لله، ف منها المخابز منها السيارات، فحبيت اني اعمل مشروع اني اشوف اطور حالي يعني فيه. يعني بحب اوجه رساله شكر لزوجتي ولاولادي مثلا. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقه السيد عدنان علي. بدايه يسعد مساك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. في البدايه استاذ عدنان، طبعا حضرتك صاحب شركه الغسيل الذكي وبالتحديد في عمان. نعم. تعرفني وتعرف الساده المشاهدين بنبذه بسيطه عن حالك. والله ستي انا يعني اشتغلت عده شغلات يعني الحمد لله، ف منها المخابز منها السيارات، فحبيت اني اعمل مشروع اني اشوف اطور حالي يعني فيه، ف يعني دخلت عده اماكن كلها بتشتغل ماكينات يدويه، فبحثت على النت فلقيت انه في ماكينات يعني حديثه جدا للغسيل، فاستوردت استوردنا الماكينه هاي والحمد لله رب العالمين يعني شغلها ممتاز جدا. بالتوفيق. بس ليش انت اتجهت من البدايه لهذا القطاع؟ والله كتغيير يعني، يعني في شباب اصحابي يعني عرضوا علي الفكره يعني وقالوا انه مثلا كويسه مثلا، وعمليه تجريبيه يعني. نعم، بس تعرفني بالتفصيل على اهم الخدمات اللي انتم عم بتقدموها عندكم هون. والله احنا الخدمات اللي عندنا، عندنا غسيل سجاد، عندنا غسيل البرادي، عندنا غسيل الاحرامات، يعني طبعا يعني الحمد لله يعني بنستخدم كمان يعني مواد جيده جدا يعني وبتعطي نتيجه فعاله يعني. بس شو اللي بيميزكم عن المحلات او الشركات الثانيه؟ والله التمييز انه الدقه والجوده يعني والاهتمام في الشغله يعني. بس تحكي لي شوي عن اهم المشكلات اللي انت عم بتواجهها او واجهتها خصوصا في ظل الجائحه. والله يعني الحمد لله يعني الكل واجه جائحه كورونا يعني. الحياه يعني صعبه وشو يعني وغلاء كمان يعني بنرجع نقول الحمد لله رب العالمين. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله ماذا ستقول له؟ انا بشكر صاحب الجلاله يعني بشكره كثير، بشكره لانه معطينا احنا فرص كثيره في الاردن والحمد لله رب العالمين يعني. نعم. يعني بشكره كثير. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع اللي وصلت لها المرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ يعني بحب اوجه رساله شكر لزوجتي ولاولادي مثلا. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع الغسيل الذكي؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم. احنا موقعنا حي عدن، منور حي عدن. نعم. يعني بعد السور العشرة باذن الله، اشارة الغاز. صفحتنا على الفيس سمارت وش. نعم. سمارت وش الغسيل الذكي. شكرا لك. الله يحييك. وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد عدنان علي على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورتاستنا. يسعد مساك وشكرا لك. اهلا وسهلا فيكم، تشرفتونا. كلك ذوق. شكرا.